بخطى ثابتة وإرادة قوية تغادر إكرام عنبر النساء بسجن عكاشة إلى المكتبة الخاصة بالسجن لقضاء بعض الساعات في مطالعة كتب الاقتصاد والمالية. فهذه السجينة تعد لسنتها الأخيرة في شعبة الاقتصاد والتسيير بإحدى جامعات الدار البيضاء. المشرفة الاجتماعية كتحاول توفر لي الكتوبة لي بوليكوب، كيحاولوا يساعدوني باش نقدر نبريباري. كتدخل لي ماما لي بوليكوب على برا، كتدخل لي الدروس ديالي كتبه اللي غادي يقدروا يعاونوني. هكا كدي كنوجد الامتحان ديالي، كنحاول نبريباري في الوقت اللي كيكونوا دريت مثلا في السونتر انا ما قارياش ولا تكينعس كل شيء، عاد كنوض انا نحفظ مورا 12 الليل مورا الوحده. هادشي باش كيفاش كنوجد. وفق برنامج خاص وضعته هذه الشابة تتهيأ لاجتياز امتحانات السنة الأخيرة لسلك الإجازة في شعبة الاقتصاد، وذلك من داخل المؤسسة السجنية عكاشة. ما كيعنيش أنني معتقلة ما نقدرش نكمل الدراسة ديالي. فجيت النهار الأول هنا بقيت كنفكر أنني عندي دي زيكزامان برا في لافاك كي غندير ندوزهم. مشيت عند المشرفة الاجتماعية دويت معها، قالت لي ممكن أنك تدوزيهم هنا. تعيطت لماما قلت لها، دخلت لي الوراق اللي خاصهم يدفعوا على قبل الزكزاما، وبديت كملت. يعني ماشي غير معتقله ما نقدرش نكمل قرايتي، ما بغيتش نخرج بوالو، انا خسرت ونزيد نخسر ما يمكنش. جعلت هذه الشابه من زمن الاعتقال مناسبه لشحذ الهمم واستكمال دراساتها الجامعيه ورسم مسارها الاكاديمي. بعدا كنوجه تحيه للسجينات اللي معايا اللي مهما الاعتقال ديالهم مهما كل شيء كيقراو وباغين يوصلوا باغين ياخذوا ان ديبلوم باغين يكملوا زعما. كنوجه لهم تحيه وكنوجه تحيه للمراه المغربيه كلها، وكنتمنى الدريات ما اللي كانوا كيقراو وحبسوا قرايتهم هنا الديبريما وداك الشيء، كنتمنى لا بالعكس ماشي طيحك الضربه، الضربه طيحك بالعكس تزيدك لقدام، تحاولي تقراي تحاولي تكملي ما تخرجيش بوالو. لم يكن الاعتقال عائقا امام اكرام لمواصلة الدراسة الجامعية، بل حافزا ودافعا قويا للإصرار على الدراسة والتكوين والنجاح. كإكرام هناك نماذج كثيرة لمعتقلات مثابرات قويات كن أقوى من الاعتقال نفسه.